كابتن رمضان، نتكلم عن المنتخب. الاول انطباعك ايه على كيروش وتصريحاته الاخيره؟ هو طبعا الحقيقه يعني يمكن كان في الحقيقه جيت لك قبل كده في حلقه اسمه محمد وكنا اتكلمنا في سلبيات. اعتقد السلبيات دي لسه موجوده. يعني للاسف الشديد هو من المدربين الفنيين العنيد جدا جدا جدا. يعني حتى لو هو في عنده دوت عرف بعد كده ان هو غلطان ما بيعدلش، ما بيتراجعش. ودي من سمة البرتغاليين، من الحاجات الصعبه. جوزيه كان كده، من الحاجات الصعبه. فيريرا في الزمالك كان كده. يعني دي من الحاجات الصعبه جدا. انت بتشوف زي ما قلنا النهارده افضل مدير فني موجود على مستوى العالم جارديولا. جارديولا بيوطي على الراجل المساعد اللي معاه ويستشيره في تغيير جدا. يستشيره في تغيير التكتيك جوه الملعب. يتواجد في خلال المباراه او خلال ادارته لل 90 دقيقه. ده ما بيعملش حاجه. ممكن يلفت نظره بكلمه. يعني حتى يقول لك لا ده خليه خد بالك عشان الواد اللي في النص لما بيقطع. فيلفت نظرك لحاجه، هيلفت نظرك في حاجه. هي العمليه ما فيهاش، ما بتقللش من حد طبعا. هو طبعا هو موجود ليه مساعد. بالظبط، هو اسمه جهاز مساعد او جهاز معاون. ده بيعاونك او بيساعدك. بالظبط. طب انت ليه متجاهله برضو؟ من ضمن الحاجات الغريبه يعني انا النهارده في بطوله الكاس العرب الحقيقه يا استاذ محمد، انا لما النهارده اخد برايي المدرب المساعد مع احترامي ليه محمد شوقي، وعندي مدرب عام ما بستخدموش خالص، وبحجم دي السيد يا مدرب وراجل مدرب كبير طبعا، وما بستخدموش خالص. لا يعني ده في حاجه مش مظبوطه. النهارده في الحقيقه القايمه فيها مشاكل. انت الاتحاد الافريقي بيديلك مساحه 28 لعيب. تاخد 28 لعيب، انت رحت واخد 25 لعيب، وبعدين يقول لك ضميت ثلاثة. وبعدين لك حسافر من غيرهم ثلاثة. طب انت ما بتدورش ليه على النواحي الحاجات النفسية اللي ممكن تأثر على ثلاثة دول لما خرجوا؟ خد بالك ان هو كمان في كلام انه هيسافر من غيرهم. بالظبط، يعني هم جايين بس العشر ايام بتوع المعسكر. ودي كمان حاجه غريبه جدا. طب ما هو انت لا قدر الله النهارده انت في فرق كتيره جدا في بطوله الامم الافريقيه هناك في الكاميرون، اللعيبه عندها جات لها كورونا واستبعدوا. ده جنبي بقول لك 16 لعيب. بالظبط. طب انت ليه مش حاطط دي حتى؟ يعني لا قدر الله ممكن يحصل حاجه زي كده، يبقى انت مامن نفسك. وبعدين بيقول حاجات غريبه جدا، يعني بيقول لك ايه، انا لو هستعين بحد هجيبه من القاهره. يعني ليه؟ ما تخلوهم معاك. طب ما هو معاك، انت مش مكلفينك حاجه انت كمدير فني يعني. فهو ما اعرفش يعني في حاجات الحقيقه. طب هو لما ضم الثلاثه كان ضم 25 في الاول. ومفيش منهم لعيب بحجم قفشه مثلا طبعاً. في بعض اللاعبين خرجت طبعا، فكان برضو مسار كلام. انما ماشي، هنقول المدير الفني وله كل الصلاحيات وكل الحريه في الاختيار.